بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي في قناة إنجليزي إعدادي مع مس هناء السمان. إن شاء الله النهاردة هنشتغل من كتاب جيم، هنحل على أول درسين في الوحدة الرابعة، الدرس واحد والدرس اتنين. بداية تدريباتنا موجودة في صفحة 154، آدي الوحدة يونت 4 الوحدة الرابعة into the past، يعني في الماضي أو رحلة إلى الماضي. vocabulary exercises تدريبات المفردات، آدي صفحة 154. choose the correct answer from A, B, C or D. number one بيقول we can call something that is A من الكلمات دي when it is very old، عندما يكون قديما جدا هنسمي الشيء ده إيه؟ amazing مذهل، awesome رائع، patient بمعنى مريض ولو جت كصفة بمعنى صبور، ولا ancient ancient بمعنى قديم. number two I love going to the، أنا أحب الذهاب إلى إيه من الكلمة دي places أماكن وصفها إيه such as museums and ancient ruins، مثل المتاحف والأطلال القديمة. يبقى الأماكن دي إيه؟ historic تاريخية، busy مشغولة أو مزدحمة، culture ثقافة، modern حديث. هنقول historic يعني تاريخي. number three children must learn how to be politely، الأطفال يجب أن يتعلموا كيف إيه بطريقة مهذبة. buy يشتري، behave بمعنى يتصرف أو يسلك سلوك، هي دي إجابتنا، وتبقى الأطفال يجب أن يتعلموا كيف يتصرفوا بطريقة مهذبة. أما repair بمعنى يصلح، design بمعنى يصمم. number four the building became، المبنى أصبح إيه من الكلمة دي after the earthquake بعد الزلزال، أصبح إيه المبنى mosque يعني مسجد، ولا ruins أطلال، الأطلال هي بقايا مباني متهدمة أو مبنى غير مكتمل، يبقى هي دي اللي احنا محتاجينها، museum متحف، hospital مستشفى، يبقى المباني أصبحت أطلال بعد الزلزال. number five people wear sunglasses، الناس يرتدون النظارات to A من الأفعال دي their eyes from the sun، عيونهم من الشمس. protect يحمي، affect يؤثر، infect يعدي، يعدي بالمرض أو يعدي بالمرض، و give بمعنى يعطي، عايزين مين؟ protect يحمي أعينهم من الشمس. number six the children are excited، الأطفال متحمسون، ناخد إيه من حروف الجر دي؟ visiting the pyramids لزيارة الأهرامات، هنقول إيه؟ هنقول for ولا to ولا of ولا about، هنقول excited about يعني متحمسون بشأن زيارة للأهرامات. number seven students must، الطلاب مالهم؟ يجب ناخد إيه من الأفعال؟ school rules القواعد المدرسية، follow يعني يتبع، يبقى الأطفال يجب أن يتبعوا القواعد المدرسية، هي دي إجابتنا. أما break بمعنى يكسر، ولو فعل فعل بمعنى يكسر، ولو اسم هتبقى بمعنى فسحة أو استراحة. borrow بمعنى يستعير، lend يقرض، دي عكس دي. أما هنا عايزين مين؟ follow بمعنى يتبع أو يتبع. number eight I should arrive، أنا يجب أن أصل، أخد إيه من حروف الجر دي؟ London at 6 tomorrow morning، يجب أن أصل لندن في الساعة السادسة صباح غد، هقول of ولا in ولا to ولا at، المدن هنجيب قبلها حرف الجر in عشان تبقى arrive in، المدن والقرى والبلاد هناخد لها حرف الجر in، خلاص. number nine هنقول don't worry، لا تقلق، we'll get there، سوف نصل هناك، ايه time عايزين حرف جر، on ولا for ولا to ولا at، هقول on time، on time يعني في الوقت المحدد، في الوقت المظبوط او الوقت التمام. number ten we will go to the desert on a trip، نحن سوف نذهب للصحراء في رحلة. so the teacher asked us to، لذا المعلم طلب منا ايه؟ a hat قبعة and a bottle of water وزجاجة من المياه. bring نحضر، leave نغادر، respect نحترم، ولا protect نحمي، طلب مننا ان احنا نحضر
قبعة وزجاجة مياه، يبقى bring. Number 11 cars mustn't drive، السيارات يجب ألا تقود. هناخد إيه من حرف الجر؟ This road، هذا الطريق. It's closed، إنه مغلق، الطريق مغلق. يبقى هنقول drive إيه؟ off ولا on ولا at ولا in؟ drive on this road، يعني يقود على هذا الطريق. drive on، عشان road يجي قبلها حرف جر on road. Number 12 نقول we ate our، نحن أكلنا إيه؟ our إيه؟ lunches، الغداء. under the tree in the park، تحت الشجرة في الحديقة أو المنتزه. هنقول culture، ثقافة. guide يعني مرشد. ولا picnic، نزهة، عشان نقول picnic lunches يعني طعام النزهة، اللي هو غداء النزهة. غداء النزهة temple بمعنى معبد، يبقى نحن أكلنا غداء النزهة تحت الشجرة في المنتزه أو الحديقة العامة. صفحة 155 time to practice، وقت التدريب. choose the correct answer from A, B, C or D. number 1 we walked under a big، نحن مشينا under a big إيه؟ تحت إيه؟ كبير. before we entered the museum، قبل أن ندخل المتحف. قبل ما ندخل المتحف كان في ايه؟ a big ايه؟ arch بمعنى قوس او قنطرة. castle قلعة. stadium استاد. ولا theater مسرح. اكيد كان قبل ما نوصل للمتحف كان في ايه؟ a big arch، يعني إيه قنطرة او قوس، اللي هو مدخل كده بيبقى ليه بوابة مقوسة قبل مكان معين. number 2 we usually pray at a or an، نحن عادة نصلي. pray يصلي. at a or an arch، في قنطرة أو قوس. mosque المسجد. ولا castle قلعة. ولا statue تمثال، بنصلي في المسجد. at a mosque. number 3 we can enjoy watching amazing plays in the، يجب أنت، يمكنك أن تستمتع بمشاهدة مسرحيات مذهلة. in the إيه؟ هنا plays بمعنى مسرحيات، جاية كنوم كاسم. طيب نستمتع برؤية أو مشاهدة المسرحيات فين؟ سينما، في السينما ولا stadium الاستاد ولا hospital المستشفى ولا theater المسرحية بتبقى على المسرح. number 4 it's good for tourists to take a، إنه من الجيد لي بالنسبة للسياح أن يأخذوا إيه؟ with them in historic places، في أماكن تاريخية. هياخدوا إيه معاهم؟ guide مرشد، دكتور طبيب، ولا teacher معلم، ولا pilot طيار. هياخدوا معاهم guide اللي هو إيه؟ المرشد السياحي. طيب number 5 بنقول visiting the museum، زيارة المتحف. was really، كانت بالفعل إيه؟ we all enjoyed our time، جميعنا استمتعنا بوقتنا. طالما استمتعنا بوقتنا في المتحف يبقى ده إيه؟ tiring، كانت زيارة tiring متعبة. awesome رائعة. boring مملة. terrible فظيعة. awesome يعني كانت رائعة. أما الثلاث صفات دول صفات سيئة، ما ينفعش أقول we all enjoyed our time في الزيارة دي. number 6 we should، نحن يجب نعمل إيه من الأفعال دي؟ our work properly before we start، يعني عملنا بشكل مناسب أو ملائم قبل أن نبدأ. هنعمل إيه؟ get our work ولا go ولا make ولا plan؟ plan بمعنى نخطط، يبقى يجب أن نخطط لعملنا بشكل مناسب قبل أن نبدأ. number 7 where is the، أين إيه of this building، لهذا المبنى. picnic يعني نزهة خلوية. ولا culture ثقافة. ولا review هنا بمعنى مقالة نقدية أو بمعنى مراجعة. entrance بمعنى مدخل، يبقى هو بيسأل عن مدخل هذا المبنى. number 8 we had a cool trip and our mother gave us a lunch، يعني نحن قضينا رحلة جميلة أو رائعة ووالدتنا أعطتنا إيه؟ أعطتنا إيه؟ lunch. رول هنا لو جات كفعل بمعنى يحكم، ولو جات كاسم هتبقى بمعنى قاعدة. أما packed بمعنى معلب، packed lunch يعني طعام معلب. معلب يعني تم وضعه في علب أو أشياء يعني.
موسك مسجد، ستون يعني صخرة، ستون يعني حجر، حجر صغير، أما صخرة بمعنى روك، صخرة كبيرة روك، الصخرة الصغيرة أو الحجر الصغير اسمه ستون. احنا عايزين مين؟ باكد لانش. Number 9. The pyramids are important to the history and a of our country. يعني الأهرامات هامة أو مهمة بالنسبة للتاريخ وإيه لبلدنا. Culture ثقافة، هي دي اختيارنا. عايز أقول الأهرامات هامة أو ضرورية بالنسبة لتاريخ وثقافة بلدنا. أما fall دي fall لو جات كفعل بمعنى يسقط، لو جت كناون تبقى بمعنى الخريف، ده احد مواسم او احد ايه فصول السنة الاربعة، فصل فول الخريف اللي هو اوتم. اما تيك بمعنى يأخذ، راندوم بمعنى عشوائي. نمبر 10. You mustn't، انت يجب الا. ناخد ايه من الافعال؟ litter in the playground، litter اللي هي القمامة، in the playground في فناء المدرسة. طيب you mustn't have ولا make ولا drop ولا stay. هقول you mustn't drop، يجب ألا تلقي القمامة، drop letter. Number 11. Children mustn't، الأطفال يجب ألا. ناخد إيه من الأفعال؟ the objects in the museum، objects اللي هي الأشياء أو المقتنيات، in the museum في المتحف. see يرى، protect يحمي، repair يصلح، ولا touch، touch بمعنى يلمس. يبقى الأطفال يجب ألا يلمسوا المقتنيات أو الأشياء في المتحف. Number 12. I go to school on foot، أنا أذهب للمدرسة سيرا على الأقدام. It isn't a long a، إنها ليست بمسافة بعيدة، هو عايز يقول كده، يعني عايز يقول مسيرة المشي ليست بعيدة. Flight معناها رحلة طيران، plane بمعنى طائرة، walk بمعنى مشي أو يمشي، ولو قلنا تعبير على بعضه it isn't a long walk، إنها ليست على مسيرة مشي طويلة. voyage بمعنى رحلة بحرية. خلاص نشوف هنا صفحة 157. language exercises، تدريبات على القاعدة. choose the correct answer from A B C or D. القاعدة بتاعت النهاردة سهلة جدا، must و mustn't الاتنين يجي بعدهم مصدر الفعل. You must، أنت يجب. ناخد إيه من الأفعال؟ hard to for our exams، يعني عايز أقول لك أنت يجب أن تذاكر جيدا من أجل اختباراتك. هنقول studies ولا studied ولا study ولا studying؟ إحنا قلنا مصدر الفعل بعد must على طول، يبقى study فقط بدون أي إضافات. Number 2. You، هاخد إيه من الأفعال؟ be careful، تكن حريصا. when you use a knife، عندما تستخدم السكين. هقول له you has to ولا must ولا must to ولا mustn't؟ هقول له you must be، هذه must بمعنى يجب، بعدها مصدر الفعل اللي هو verb to be، ده المصدر اللي هو be. طيب اما must to دي مفيش حاجة اسمها must to اساسا، must ما يجيش بعدها to، mustn't مش هينفع تتناسب مع معنى الجملة. هقول you mustn't be careful، يجب ألا تكون حذرا، مش عايزك تكون حذر عندما تستخدم السكين، فدي طبعا مش هتنفع، يبقى لا دي هتنفع ولا دي هتنفع، قلنا السبب ليه، فاضل واحدة اللي هي has to. has to معناها مضطر إلى، ما ينفعش أقول مع you has، كان المفروض أقول you have، you have to معناها مضطر إلى، ودي طبعا لا تتناسب برضو مع المعنى. Number 3. You، هاخد إيه من الاختيارات دي؟ eat or drink in the library، في المكتبة. يجب، عايز أقول لك يجب ألا تأكل ولا تشرب في المكتبة، must ولا mustn't ولا should ولا have؟ mustn't، يجب ألا، أو يقول لك لا يجب، عايز تقولها لا يجب ماشي، عايز تقولها يجب ألا أوكي. Number 4. You، هاخد إيه من الاختيارات دي؟ swim here، تسبح هنا. it's against the law، إنه ضد القانون، السباحة في هذه المنطقة ضد القانون. can، تستطيع، لا إزاي حاجة ضد القانون أنت تستطيع أن تقوم بها؟ لا طبعا. must، يجب، لا ده أنت يجب تعمل الحاجة دي، ولا should، يجب أو ينبغي، ولا mustn't، mustn't حاجة ضد القانون، يبقى يجب ألا تقوم بها أو تفعلها، you mustn't swim. Number 5. it's late، it's late إن الوقت متأخر. you mustn't، أنت لا يجب إيه، so much noise، much noise الضوضاء الكثيرة، الإزعاج، الضجيج،
هقول ميكينج ولا تو ميك ولا تو ميكينج ولا تو ميك ولا ميك بس ميك فقط بدون اي اضافات، عايزين مصدر الفعل بعد mustn't. نمبر 6 students اللي هم طلاب are ولا have ولا must ولا had follow their school rules يعني ان يتبعوا قواعدهم المدرسيه. هقول are ولا have ولا must ولا had must يعني يجب ان يتبعوا او يتبعوا. نمبر 7 you mustn't ولا should ولا must ولا could touch the statues in the museum تلمس التماثيل في المتحف. يبقى هقول له يو ايه يو mustn't touch يجب الا تلمس التماثيل في المتحف. نمبر 8 وين هاخد ايه من الاختيارات دي come to see the film تاتي لترى الفيلم must ولا we ولا must we ولا we must. هقول ايه هقول must we هقول must we. طيب ليه؟ عشان ترتيب السؤال هيبقى كلمة الاستفهام بعدها المودال فيرب اللي هو must بعدها الفاعل وبعدها الفعل الأصلي. دايما في ترتيب السؤال يجي كلمة الاستفهام الأول وبعدها يا إما الفعل المساعد اللي هو مثلا do أو does في المضارع أو did في الماضي، يا إما الفعل الناقص اللي هو المودال فيرب اللي هو كان أو could أو must وباقي الأفعال الناقصة، يا إما verb to be يجي بعد كلمة الاستفهام مباشرة وبعد كل دول يجي الفاعل. يبقى هنجيب must الأول وبعد كده we علشان ده سؤال. Number 9 we must do more exercise or يجب أن نقوم برياضة أكتر أو نتدرب أكتر or أو إيه من الأفعال a sport to stay fit لنبقى لائقين بدنيا. طيب نعمل ايه play ولا to play ولا playing ولا to playing. هقول play فقط مصدر الفعل. ليه؟ لان احنا بنقول نحن يجب do هنا مصدر الفعل، دي حاجة من الحاجات اللي احنا لازم نعملها اللي هي اداء مزيد من التمرينات. do هنا مصدر الفعل or او في حاجة تانية ممكن نعملها اللي هي play، يبقى do هتبقى في المصدر وplay برضو هتبقى في المصدر علشان هنا جايين هما الاتنين بعد ايه must. Number 2 complete the sentences with the correct form of the words in brackets يعني اكمل الجمل بالصيغة الصحيحة للكلمات ما بين القوسين. Number 1 تامر must تامر يجب ايه gets ready for the exam بعد must قلنا هيجي ايه هيجي مصدر الفعل يعني get فقط بدون اضافة الاس يبقى دي get ready. عايزين نقول تامر يجب ان يستعد من اجل الاختبار. Number 2 people must throw rubbish in the street الناس لا عايز اقول لك يجب ان يرموا القمامة في الشارع، لا هنقول لهم mustn't ادي mustn't اللي هي يجب ألا يرموا القمامة في الشارع. Number 3 نورهان mustn't يجي بعدها ايه على طول مصدر الفعل هو ايه drive ادي drive بدون اي اضافات. نورهان يجب ألا تقود carelessly بإهمال. Number 4 you أنت must smoke in the hospital في ينفع أقول لحد يجب أن تدخن في المستشفى؟ لا هقول له يجب ألا تدخن ألا اسمها ايه ألا يبقى ايه must وبعد كده not عشان تبقى من فين mustn't smoke. Number 5 you must listening to the teacher during lessons عايز اقول لك يجب ان تستمع للمعلم اثناء الحصص. طيب يبقى ايه بعد must يجي مصدر الفعل اللي هو ايه listen ادي listen فقط. What must you did before the exams عايز اقول لك ماذا يجب عليك ان تفعل قبل الاختبارات. طيب ده سؤال ادي كلمة استفهام ومست وبعد كده يو يجي بعدها مصدر الفعل المصدر هو do verb to do. بعد كده هنا صفحة 167 بيقول test yourself اختبر نفسك على unit 4 lessons 1 and 2 الدرسين 1 و 2 listen and choose the correct answer from A, B, C, D. عندك نص استماع موجود في نهاية الكتاب لو حابب ترجع له اوكي، وعندك الاربع اجابات اهم موجودين قدامك لو حابب تستعين بيهم اوكي.
ادي الاربع اجابات بتوع السؤال الاول، سؤال الاستماع. نمبر 2 بيقول complete the following dialogue، اكمل الحوار التالي. عندك باسم is advising رضا about his visit to the Egyptian museum. باسم بينصح رضا بخصوص زيارته للمتحف المصري. باسم بيقول where are you going next weekend، اين ستذهب عطلة نهاية الاسبوع القادم؟ قال له I'm going to the Egyptian museum، انا ساذهب للمتحف المصري. واحنا قلنا لما يكون عندك دايلوج حوار اقرأ كل الحوار للاخر عشان تفهم الفكرة عن ايه، وباذن الله تعرف تجاوب صح. باسم بيقول well، حسنا the Egyptian museum is fantastic، المتحف المصري ده رائع. فبيسأل سؤال اللي هو ايه، بيقول I am going، في الإجابة بيقول I am going with my friends، أنا هذهب أو أنا هروح مع مين، مع أصدقائي. يبقى أكيد هيسأله أنت هتروح مع مين، مع من. خلي بالك من السؤال ده بيبقى صعب على كتير جدا منكم، مع من دي بيجيبها ازاي؟ بص كده اكتب بالعربي مع من، هتبص تلاقي مع اللي هي وز جاية في آخر السؤال بالإنجليزي. طيب ومن جاية في أول السؤال، يعني العكس، أنت بدل ما بتكتب بالعربي مع من كده هتقول من مع بالإنجليش. طيب who are you going with، who are you going with. طيب you في السؤال بتتحول إلى إيه، I في الإجابة. طيب هنا كان في verb to be are المناسب ليو، طب لما هتبقى you I هيجي معاها are؟ لا، هيجي معاها am. يبقى I'm going with my friends، أنا سأذهب مع أصدقائي. باسم بيسأل رضا بيقول له do you know what you mustn't do there، هل تعرف ما يجب عليك ألا تفعله، أنت عارف أنت ما أنت المفروض ما تعملش إيه؟ قال له no I don't know، أنا لا أعرف، بدليل أن هو بيسأل بيقول له what mustn't I do، طب إيه اللي أنا مش لازم أعمله؟ قال له you mustn't touch the objects، يجب ألا تلمس إيه المقتنيات. ممكن تقول أي حاجة من المحاذير الأخرى، أنا بقول okay I won't touch them، أنا لن ألمسهم، عشان كده اخترنا دي بالذات. أنا بيقول له إيه رضا how can I go there، كيف يمكن أن أذهب هناك؟ قال له you can go there by bus، يمكنك أن تذهب بالأتوبيس. thanks for your advice، شكرا لنصيحتك. Number 3 choose the correct answer from A B C or D. Number 1 my uncle won the last horse، ايه عمي خسر، ايه الحصان الاخير، ايه بيتكلم عن ايه، رايد بمعنى يقود، يقود حصان او اللي هي الخيول، ولا ماتش بمعنى ماتش بمعنى يناسب او يلائم، جيم بمعنى لعبه، وريس اللي هو سباق، سباق الخيول على بعضها هورس ريس، سباق الخيول. Number 2 there is an amazing، يوجد an amazing A of the city from the hill، للمدينة من التل. عايز اقول لك يوجد منظر رائع للمدينة من فوق التل. طيب review بمعنى مقالة نقدية او مراجعة، site بمعنى موقع، وده موقع على ارض الواقع، نقول location location، زي ما نقول مثلا المدينة دي تقع على ساحل البحر أو تقع في الصحراء وهكذا، أو نقول المحل ده يقع جنوب كذا، يسار كذا، يمين كذا، يبقى احنا نتكلم على أرض الواقع سايت. أما فيو هنا منظر طبيعي، بنتكلم عن المنظر الطبيعي الرائع للمدينة من فوق التل. سايت هنا بمعنى رؤية أو بصيرة، خلاص احنا عايزين مين، فيو. Number 3 you must buy your، أنت يجب أن تشتريه، أن تشتري إيه؟ your A before you enter the theater، قبل أن تدخل للمسرح، يبقى لازم تشتري إيه؟ scarf، scarf بمعنى وشاح أو إشارب اللي هو بيلف حول رابطة الرقبة، ولا mask اللي هو قناع، ولا ticket تذكرة، ولا paper ورق. لا، هنشتري إيه؟ هنشتري تذكرة قبل ما نروح المسرح. Number 4 you can find a lot of، يجب أنت يمكنك أن تجد الكثير من إيه at museums، في المتاحف. status، status بمعنى حالة، statues بمعنى تماثيل، هي دي اختيارنا. أما states بمعنى ولايات، زي مثلا نقول الولايات المتحدة الأمريكية،
تكون دولة متكونة من مجموعة من الولايات. stages بمعنى مراحل، مفردها stage مرحلة. احنا عايزين مين؟ status. number 5 our ايه من الكلمات دي explained how old the temples are. عايز اقول لك مين من دول وضح لنا او شرح لنا او فسر لنا كم ان المعابد دي قديمة. المعابد دي كانت ايه؟ قديمة. فيقول worker عامل، guide المرشد السياحي، ولا vet طبيب بيطري، ولا scientist عالم. اللي بيرشدنا هو مين؟ المرشد السياحي للمعابد. نشوف هنا صفحة 160 number 6 بيقول I visited Al-Azhar Mosque in Cairo and in it. أنا زرت المسجد الأزهر أو الجامع الأزهر في القاهرة وعملت إيه؟ هقول dived يعني غطس أو غاصة، ولا fished معناها اصطاد، prayed بمعنى صلى، ولا played لعبة، and prayed in it وصليت فيه في الجامع الأزهر الشريف. number 7 we should نحن يجب ناخد إيه من الأفعال؟ our temples and rooms يعني معابدنا وأطلالنا. protect نحمي، destroy نحطم، steal نسرق، ولا damage يعني نتلف أو ندمر. كل دي مصايب طبعا مش هينفع نعملها في المعابد و runes الأطلال، يبقى احنا يجب أن protect نحمي. number 8 هنقول you هاخد ايه من الحاجات دي؟ be quiet in the library أن نكون هادئين في المكتبة. must يجب، ولا mustn't يجب ألا، ولا can't be لا يمكننا أن، ولا shouldn't لا ينبغي. هنقول we must be quiet يجب أن نكون هادئين في المكتبة. number 9 you ناخد ايه من الاختيارات دي؟ climb on the wall يعني تتسلق الجدار. it's dangerous إنه خطير. هقول you can يمكنك، ولا must يجب، ولا should ينبغي، ولا mustn't. you mustn't حاجة خطيرة يبقى حذرك منها، ممنوع تعملها. أقول لك يجب ألا تتسلق الجدار إنه خطير. number 10 children الأطفال هاخد إيه من الاختيارات؟ be nice to their friends أن يكونوا لطفاء مع أصدقائهم. هقول mustn't be يجب ألا، ولا must هقول must be nice يجب أن يكونوا لطفاء مع أصدقائهم. number 4 complete the sentences with the correct form of the words in brackets أكمل الجمل بالصيغة الصحيحة للكلمات ما بين القوسين. number 1 I must be late it's the most important meeting of the year عايز أقول لك أنا يجب أن أكون متأخرا. إزاي؟ هقول I mustn't be late أنا يجب ألا، لا يجب أن أكون متأخرا لأنه أهم اجتماع للعام، أهم اجتماع للسنة، يبقى هكتب إيه؟ mustn't. آدي mustn't، آدي mustn't، must وبعد كده هننفي بنط، يبقى إيه؟ mustn't. number 2 you must eat or drink in a museum هقول إيه؟ you mustn't يجب ألا، آدي must و not mustn't يجب ألا تأكل أو تشرب في المتحف. number 3 I must going shopping today أنا يجب أن أذهب للتسوق اليوم. I have got nothing at home to eat ما عنديش حاجة في البيت أكلها، يبقى أنا كده لازم أتسوق. هقول must يجي بعدها إيه؟ مصدر الفعل لوحده بدون أي إضافات يعني go فقط. number 4 we must eat fruit and vegetables every day يجب أن نأكل خضروات وفاكهة كل يوم. طب ده سؤال، السؤال هنبدأه بالmodal verb اللي هو الفعل الناقص اللي هو must الأول وبعد كده الفعل، وهيبقى معناها هل يجب. آدي must خلاص، آدي must هقول must وبعد كده وي الفعل، يبقى الmodal verb الأول بمعنى هل وبعد كده وي اللي هو الفعل، يبقى هل يجب أن نأكل الفاكهة والخضروات كل يوم. number 5 you write a paragraph of about 90 words on اكتب فقرة من حوالي 90 كلمة على a visit to the pyramids زيارة للأهرامات. هنقول ادي موضوع عن زيارة الأهرامات، هنقول فيها ايه؟ last week الأسبوع الماضي I went to the pyramids أنا ذهبت للأهرامات. I went with my family ذهبت مع أصدقائي، مع عائلتي sorry مع عائلتي أو أسرتي.
We went by bus. ذهبنا بالأتوبيس. We went in the afternoon. نحن ذهبنا بعد الظهر. طيب. We saw a lot of things. رأينا الكثير من الأشياء. بص معايا كده لحد هنا، دي جمل ثابتة تقدر تستخدمها في أي موضوع يجي لك عن زيارة لمكان ما. عندما يقول لك a visit to كذا، يبقى أنت بالفعل زرت المكان ده، يبقى أنت هتستخدم صيغة الماضي البسيط. ماشي؟ فأنا هنا قلت إيه last week الأسبوع الماضي I went to the، وهغير اسم المكان لو هو عايزك تتكلم عن مكان آخر غير بيراميدز الأهرامات. هقول اسم المكان وبعد كده هقول نفس الجمل دي، هي هتنفع مع كل الأماكن. هقول I went with my family، أنا ذهبت مع أسرتي. وهقول we went by bus، ذهبت بالأتوبيس. we went in the afternoon، ذهبنا بعد الظهر. we saw a lot of things، رأينا كثير من الأشياء. يبقى كل دي جمل ثابتة. أبدأ أتكلم عن الأهرامات خصيصا، فهقول we saw the great pyramids، أنا رأيت الأهرامات العظيمة. my brother rode a camel، يعني أخي قاد الجمل. I rode a horse، أنا ركبت الحصان. But my little sister was afraid، لكن أختي الصغيرة كانت خائفة. It was hot، الجو كان حارا. So لذا we wore hats، نحن ارتدينا قبعات. We met a lot of tourists from different countries، يعني قابلنا الكثير من السائحين من بلاد كثيرة. We listened to our tourist guide، استمعنا إلى مرشدنا السياحي. He told us stories about ancient Egyptians، هو أخبرنا بقصص عن المصريون القدماء. They were very clever، كانوا ماهرين جدا. And hard working، ويعملون بجد. They could move very heavy stones to build the pyramids، هم استطاعوا أن ينقلوا أحجار كبيرة جدا. To build the pyramids، لبناء الأهرامات. We took a lot of photos، التقطنا الكثير من الصور. It was interesting، كان الأمر شيقا. طيب نرجع لباقي الأسئلة عندنا. Challenging questions، اللي هي أسئلة التحدي، متجاوبة عندك في نهاية الكتاب، بس احنا هنقول لك ليه. Choose the correct answer from A, B, C or D، هنجيب القلم. Number one، We are going to be A من الاختيارات دي. From school for the whole day، من المدرسة. For the whole day، ليوم كامل. عايز اقول لك نحن سنكون A بالنسبة للمدرسة for a whole day، ليوم كامل. way ولا way a ولا a way ولا away، هنقول away from، بعيدا عن. بعيدا عن، يعني لو احنا في رحلة يبقى نحن سوف نكون بعيدا عن المدرسة ليوم كامل، هو ده معنى الجملة. طب ليه اخترنا away بالذات؟ way دي بمعنى طريقة، way بمعنى طريقة، وجاية لوحدها بدون اي اداة. هنا way وبعد كده اداة نكرة، اداة النكرة ا ما تجيش قبل حرف جر. طيب هنا جاب اداة النكرة الاول وبعد كده way. طيب ينفع اقول away from، طريقة من؟ لا، يبقى احنا عايزين away from على بعضها، يعني بعيدا عن. Number two، I saw انا رأيت ايه من الكلمة دي. program، برنامج ايه. on TV yesterday، على التلفاز امس. history بمعنى تاريخ، بتكلم عن التاريخ نفسه. historic program، يعني بمعنى برنامج تاريخي. اما historian، يعني له علاقة بالتاريخ. وguide، يعني مرشد. احنا عايزين مين؟ historic program، يعني برنامج تاريخي له أهمية تاريخية، بتكلم عن حاجات تاريخية. number three، this is a good book، هذا كتاب جيد. I، أنا order ولا ask ولا recommend ولا advise it to you، هقول recommend، يعني أزكي، أنا أزكيه لك، يعني الكتاب ده كويس، أنا أزكيه لك، يعني برشحه لك أو أنصحك أنك أنت تقرأه. طيب order بمعنى يطلب او يأمر، دي تيجي عادة مع طلبات المشتريات اونلاين ومع الطعام. ask بمعنى يسأل او يطلب. advice بمعنى ينصح، لكن لو جبناها كمعنى هقول انا اوصي او انا ازكيه لك، ازكي هذا الكتاب لك.
Number four, do you think؟ هل أنت تعتقد؟ هناخد إيه من اختيارات دي؟ Meet after school، نتقابل بعد المدرسة. هقول we ولا must ولا must we ولا we must. هقول إيه؟ هقول we must، وهقول لك ليه. we لوحدها ده ضمير فاعل لوحده، ما ينفعش أقول هل تعتقد نحن نتقابل؟ لا، هو احنا عايزين نجيب يجب أن نتقابل أو لا يجب، يبقى we لوحدها كفاعل مش هتنفع. must لوحدها لو حطينا must هنا هتبقى الجملة مفيهاش فاعل. هقول do you think ايه؟ طب هل أنت تعتقد ايه؟ مين هو اللي يجب أن يتقابل بعد المدرسة؟ يبقى must لوحدها مش هتنفع. must we دي بتيجي في بداية السؤال، هنستخدم must بمعنى هل، هنستخدمها كمودال فيرب هنا بمعنى هل، لو جت هي الأول يبقى هل نحن، خلاص. لكن دي بتيجي في وسط الجملة هنقول we must، نحن يجب. كده خلصنا الأسئلة على الدرسين 1 و2، وصلنا لحد صفحة 160. إن شاء الله هنستكمل مع بعض منهجنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.